الداعية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. May Allah سبحانه وتعالى give us the courage to have a firm determination that we shall be one of them, to dedicate ourselves to calling people towards Allah. That's the biggest gain that you can have. The Prophet once said to Hazrat Ali رضي الله تعالى عنه, يا علي أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Only if Allah guides even a single human being through you, Allah will guide, not you, but through you. رجلا واحدا, even one human being, خير لك من حمر النعم, is more precious than red camel. Red camel in the eyes of the Arabs were very precious. So this is actually the value structure. How much money you have gathered, accumulated, or how many people you have shown the right path, and how many people have come to the right path through your effort. And this is going to be the biggest asset. Only if you believe in it. All the difference actually lies here. Allahumma man yara hadha al-maqta, wa man sahama fihi, wa man a'ana ala nashrih, Allahumma faghfir lahu dhunubahu kabiraha wa saghiraha, jullaha wa dikkaha, عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. إن الأبرار لفي نعيم. يقول شيخ الإسلام, إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا ونعيم في قبولهم ونعيم يوم العرض على الله عز وجل عندما يدخلون جنات النعيم. يا أخواني, يقول شيخ الإسلام, إن في الدنيا جنة, من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة التي في الدنيا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واحد من الشباب قبل 4 سنوات أو 5 سنوات حج معانا. هذا الشاب بعد الحج رجع, أبشركم, قولوا بشر, بعد 2 سنين من الحج اللي حج فيه, السنة اللي حج فيه معانا 2 سنين, حفظ القرآن, ثم 2 سنين أخرى حفظ البخاري ومسلم الصحيحين, وهو يتعايش مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كلمة عجيبة حفظناها نحن الدعاء وصرنا نقولها في المخيمات ونقولها في الجلسة. ايش قال هذا الشاب؟ قال بين القرآن والسنة حياتي أصبحت جنة. أقسم بالله يا إخواني يشعرها. هذا الذي ذاق لذة القرآن, هذا الذي ذاق لذة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني, ترى الإنسان إذا ابتعد عن بيئة الإيمان وعن القرآن ترى هو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيش؟ كمثل الحي والميت. وهذا مصداق قول الله عز وجل الذي في سورة الأنعام, أومن كان ميتا فأحييناه. كان ميت القلب فأحيا الله عز وجل بآية, والله يعرف شاب يقول آية أحيت قلب. تدريش الآية؟ ما هي آية, شطر آية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله عندما قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول ربي سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. السلام عليكم, لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من هو الله؟